الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم والأكثر استخداما في المعاملات الدولية، حتى إن دولا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل العملة الخضراء في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ دي فاكتو كرانسي. ويساوي الدولار الأمريكي 100 سنت، وتسعر على أساسه جميع السلع الرئيسية حول العالم، على رأسها الذهبين الأصفر والأسود. ولأن التاريخ المالي للولايات المتحدة يزخر بالوقائع الغريبة والمثيرة للاهتمام، هذه بعض من أهم الحقائق الغير معروفة حول العالم. نبدأها بأنها أول عملة أمريكية معدنية تم إصدارها عام 1792. أما أول عملة ورقية أمريكية فتم طباعتها عام 1862 لتغطية النقص في النقود المعدنية آنذاك. 10,000 دولار هي أعلى فئة نقدية تم تداولها من قبل الحكومة الفيدرالية. وأكبر قيمة لفئة نقدية من الدولار على الإطلاق كانت 100,000 دولار، وتم طباعتها باللون الذهبي للتعاملات بين البنوك الفيدرالية حصرا وليس للتداول بين الأشخاص. فئة ال1 دولار تشكل أكثر من 45% من كمية الأوراق النقدية الأمريكية المطبوعة. مارثا واشنطن، أول سيدة أولى للولايات المتحدة الأمريكية، كانت المرأة الوحيدة في التاريخ الأمريكي التي دمغت صورتها على ورقة نقدية رمادية من فئة ال1 دولار. أما صورة جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة فظهرت على العملة الأمريكية من فئة 1 دولار بدءا من طبعة العام 1869. فيما لم تظهر أي شخصية من الأمريكيين السود على العملة الورقية مطلقا على مدى التاريخ الأمريكي. أما هذه الصورة التي يظهر فيها باراك أوباما فهي صورة تخيلية لا أكثر ولا أقل. تم تقسيم العملة الأمريكية إلى عدة فئات من 3 إلى 50 سنتا لأول مرة بعد اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية. عبارة In God We Trust أضيفت للعملة المعدنية خلال فترة الحرب الأهلية. يحتوي الرسم في ورقة ال1 دولار على 13 سهما و13 ورقة على غصن زيتون، و13 نجمة و13 شريطا على درع تمثل المستعمرات البريطانية 13 في أمريكا الشمالية التي تعد النواة السياسية الأساسية لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية. الأوراق النقدية الدولارية مصنوعة من القطن بنسبة 75% والكتان 25%. في الولايات المتحدة تتم طباعة 37 مليون ورقة نقدية يوميا، أي ما يعادل 696 مليون دولار. العمر الافتراضي لورقة من فئة 100 دولار يصل إلى 18 سنة، فيما قد تصمد العملات المعدنية أمام حركة التداول لفترة تفوق 30 سنة. موقع worthgeorge.com يمكنكم تتبع رحلة ورقة نقدية أمريكية حول العالم من خلال الرقم التسلسلي للورقة. أخيرا، ورغم قيمتها المادية إلا أن 94% من الأوراق النقدية ملوثة بالبكتيريا، و7% منها يحتوي على مسببات لأمراض تصنف بالخطيرة.